من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. السلام عليك يا عبرة المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. كان الحديث في الليلة الماضية عن الدور والمسؤولية التي تقع على القائمين في مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومواكب العزاء. وقلنا بأن هناك نوعان من الأدوار، نوع ظاهر ونوع مستتر. والنوع الظاهر هو الذي يطبق بقصد مسبق، والمستتر هو الذي يطبق بدون تخطيط وبدون قصد مسبق. تكلمنا في نوعين أو دورين من الأدوار الظاهرة، نتكلم اليوم في أدوار النوع الثاني وهو المستتر، أي الذي يطبق بدون قصد وبدون تخطيط مسبق في مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومواكب العزاء. من هذه الأدوار خلق روح التوافق والالتحام. هناك مسألة مهمة جدا، أن مجالس أبي عبد الله الحسين ومواكب العزاء لأنها مكون اجتماعي في عراقة وأصالة وذات بعد ديني، لذلك الالتقاء في مجالس أبي عبد الله الحسين تمثل هناك غاية دينية وعمل عبادي يرجى المثوبة والمقام المحمود عند الله سبحانه وتعالى. فحضور مجالس أبي عبد الله الحسين حضور يعزز روح التواصل وروح التوافق أو التوافق بين المؤمنين، يعني تعزيز الصلة والعلاقة بين المؤمنين. اجتماع مجموعة من الناس واتحادهم في عمل واحد بدافع العقيدة سيولد لا محالة وشائج وثيقة بين الأفراد ويعزز العلاقات الاجتماعية بينهم، لا سيما وأن العامل المشترك بين الجميع هو عمل عبادي يرجى من ورائه نيل الثواب، وهو ما ينطبق تماما على مجالس أبي عبد الله الحسين ونشاطات الموكب الحسين. أين المشكلة؟ المشكلة أننا لا نتفهم هذا الدور بواقعه وبعمق أبعاده، لأننا نحن عندما نحضر مجالس أبي عبد الله الحسين أو نحضر في مواكب العزاء نخرج من تلك المواكب ومن مجالس العزاء وإذا بنا نتناحر فيما بيننا، لا نعرف لغة الاختلاف بين المؤمنين. مجالس أبي عبد الله الحسين تعزز روح الاختلاف بين المؤمنين، وهناك فرق بين الاختلاف وبين الخلاف. الخلاف هو أس من أسس الإبداع وتقدم الأمة وازدهار الأمة وتطور الأمة، ولذلك هناك دعوة من أهل البيت عليهم السلام، إن شاء الله سأتطرق إلى في حلقة خاصة عن النقد وإيجابيات النقد والتنافس الإيجابي بين المؤمنين، هذا هو المطلوب لتقدم الأمة.
ولتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الأمة، ولكي تعرف الأمة أي المشروع أفضل لها، أي المشاريع، أي الفكرة أنضج أحسن، أي المشاريع يقدمها يبعدها عن مسار الذلة والهوان. كيف نعرف أن هذه الفكرة صائبة وصحيحة إذا لم تلتقي مع بقية الأفكار؟ كيف نعرف أن هذا المشروع قادر على نهضة الأمة والروح وبعث النهضة التغييرية في واقع الأمة إذا لم نعيش روح التنافس بين المؤمنين؟ وهذا ما أكد عليه الأستاذ عبد الوهاب كثيرا، روح النقد الإيجابي، لأنه يقدم الأمة. فمجالس أبي عبد الله الحسين هي تعزز روح التوافق والتلاحم بين المؤمنين، وفي ذات الوقت تعزز روح التنافس الإيجابي بين المؤمنين. هل هناك تضارب؟ كثير ما نسمع مثلا، انتوا يا شباب اذا سويتوا فعالية معينة رايح مثلا يحصل، مثلا انتوا شقوا الصف على سبيل المثال، او فكرة جديدة في المجتمع يقول انتوا مثلا يعني في حركة تضاد مع وحدة المجتمع ووحدة الأمة، فأنتم تشقوا الصف، هذا صحيح؟ أو أننا نفهم الوحدة بمفهوم آخر سلبي، الوحدة لا تعني الذوبان في مشاريع الآخر، لا، الوحدة تعني ثلاث نقاط، ثلاث عناصر. العنصر الأول هو احترام الآخر والاعتراف به. العنصر الثاني هو التعاون والالتقاء في القواسم المشتركة. العنصر الثالث النذو في القضايا الكبرى والأهداف الإسلامية. يعني إذا مثلا أثيرت مسألة الوحدة الإسلامية على سبيل المثال، أو الوحدة في القرية، الوحدة في المجتمع مثلا، قلت تعالوا اغلقوا كل المساجد، اغلقوا كل الحسينيات حتى نلتقي في حسينية واحدة وفي مسجد واحد، أهل البيت لا يريدون هذا الأمر. ماذا يريدون؟ أهل البيت عليهم السلام يريدون ثقافة التعدد وثقافة الاختلاف، ثقافة الإبداع والتقدم، ثقافة التنوع التي تدفع بالأمة نحو التقدم والازدهار. فليست المشكلة في وجود تعدد المآتم والمساجد والانتقاءات، وليست المشكلة في وجود مؤسسة واحدة تلم الجميع، لأن إذا كانت هناك مؤسسة واحدة وهذه المؤسسة منغلقة على نفسها لن تستطيع أن تقوم بهذا الدور، دور التوافق والتلاحم. ووجود هذه الأجساد ولكنها قلوبهم متنافرة، قد يلتقون جسدا لكنهم قلبا وقالبا وعقلا في حالة تنافر وتضاد بين المؤمنين. ولقد أثبتت التجربة الحية أن وجود هذا التنوع هو سبيل ومدعاة ودعوة ومحاولة فرض واقع على المؤسسات الأخرى حتى تتطور وتتقدم. أنا سألت أحد الإخوة، قلت له هل أن الثورة وعي؟ هل أن هذه الثورة صحوة إلى الشعب أو لا تخلف؟ قال لي هذه ثورة وعي وصحوة. قلت له إذا كانت صحوة فلماذا اختلفت رؤية انطلاقة الثورة مع رؤية الإخوة ومجلس العلماء؟
لماذا اختلفت؟ صحيح؟ لأن الثورة انطلقت خارج إطار دعوة العلماء، العلماء ما كانوا يرتضون أن تتحرك الساحة إلا من خلال رخصة من النظام، والثورة انطلقت بلا رخصة من النظام. إذا أحيانا يكون التمرد على قوالب اجتماعية وقوالب سياسية وحواجز إسمنتية يضعها الآخرون، التمرد هو صح. صحيح. وهكذا أجابني، قال لي أن الثورة صحو وتقدم، مع أنني قلت له أن خطاب الأمين العام لجمعية الوفاق فضيلة الشيخ علي سلمان حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، قال قبل شهرين أو ثلاثة قبل الثورة عندما سئل في جامعة الإمام الصادق بالكفول، قال لسنا مع 14 فبراير ولن نكون ضدهم، لسنا مع 14 فبراير ولن نكون ضدهم. اليوم الكل مع الثورة الحمد لله، بأسلوب وبآخر، برؤية وبأخرى، الكل مع الثورة، يدفع باتجاه الثورة ويساهم في الثورة. لماذا ساهمتم في الثورة؟ لأنكم تجدون أن الثورة صحوة، الثورة نهضة، الثورة روح تغييرية نحو عزة الشعب وكرامته، نحو المطالبة بنيل حقوقه. ولم نجد خصوصا في العام الأول من حركة الثورة أي موقف سلبي بالمطالبة بالحقوق، وما جاء بعد العام الأول جاء على سبيل الدفاع عن هتك الحرمات والأعراض، وهو دفاع مقدس مشروع بإمضاء الفقهاء العظام. ستتطرق إن شاء الله في بعض الأحاديث إلى أن من يتكلم عن غلق الشوارع وعن حرق الإطارات في ظل هذه الثورة لدينا ضوء أخضر من الفقهاء، هناك عنوان أولي وهناك عنوان ثاني. سنتكلم إن شاء الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرة تكون المهمة مهمة فردية فلا يجوز غلق طريق المسلمين، لا يجوز غلق طريق المسلمين، هذا يسمونه العنوان الأولي وهو لا يجوز، يعني يحرم. لكن نحن انتقلنا في المهمة الجماعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتحول هذا العنوان الأولي إلى عنوان ثانوي فتغير الحكم وصار جائزا غلق الشوارع. إن شاء الله يعني حلقة سأخصصها لهذا الموضوع. الأمر الآخر تدعيم النظم الأخلاقية من الأدوار التي تلعبها المجالس الحسينية ومواكب العزاء أنها تدعم النظم الأخلاقية. الغاية من المجالس والمواكب الحسينية غاية دينية تدخل في المعتقد، والقدسية وهي مصداق بارز لمفهوم التولي والتبري، وهذا للمفهومان فرق شاسع بين من يقرأ سيرة أهل البيت عليهم السلام ويقرأ ثورة الإمام الحسين عليه السلام قراءة سلبية، وبين من يقرأ قراءة سيرة أهل البيت عليهم السلام وثورة الإمام الحسين عليه السلام قراءة إيجابية. ولدينا أحاديث صريحة واضحة حتى على مستوى المشاركة في الظلم، فمن تبي الحديث
الحديث مضمون الحديث فمن خاط لهم في الدوات دوات الكتف وكذا. على كل حال إن شاء الله في حلقات أخرى سأبين الحديث نصا. في الظلم شركاء، يعني حتى الشخص اللي بر القلم في الداخلية شريك في الظلم، إلا إذا وقف أمام تلك المواقف الذي يعلم على أن هذا الزيد من الناس، هذا الشاب مظلوم، فيقول للظالم أنا لا أفعل هذا الفعل. على أساس أنت تحتاج أن مثلا تعمل في الداخلية بمبرر إعانة المظلومين ومساعدة المؤمنين في السجود مثلا، أو في تحريك بعض المعاملات، تحتاج إلى إذن الفقيه مو أنت الشخص. إذا عندك إذن من الفقيه عند ذلك يجوز لك الدخول في سلك أجهزة الظالم. أما من حيث المبدأ فإن الأصل هو التبرد من الظالم وأجهزة الظالم. وهما من فروع الدين وقد تقدست الغاية، لأن الغاية عقيدية، عقدية الغاية. فإذا تقدست الغاية من اجتماع المؤمنين في مجالس الأعزاء ومواكب الحسين عليه السلام، تقدست وسيلتها بالتبع. أي وسيلة؟ تقدست وسيلة المجالس والمواكب. وهنا يتحتم على مريدي ومحبي أهل البيت عليهم السلام إن حضروا المواكب وفي نشاطات المواكب أو حضروا مجالس أبي عبد الله الحسين، هنا يلزمون بالانضباط وفق القواعد والمنظومة الأخلاقية التي سفك الحسين دمه من أجلها، من أجل تلك القيم الأخلاقية العليا. أشير إلى مسألة مهمة، في مسألة شخص يبدأ في العمل مع جهة أو جهة أخرى، مسألة واقعية، وبعد أن يقسم اليمين بينه وبين الله سبحانه وتعالى يتعاهد الذي توجب مخالفتها الكفارة الشرعية. قسم، إذا أقسم إنسان وخالف القسم عليه كفارة شرعية وهي صوم 3 أيام، ويعمل في البدء بكل إخلاص فيعطي العمل جهده ويتفاعل معه حتى درجات الشهادة، وأحيانا يعادي هؤلاء وأولئك بسبب شدة انتمائه وعصبيته. أنا قد أنتمي إلى حزب معين وأسقط الجهة الأخرى أو الذين ينتمون إلى أحزاب أخرى مثلا، ما هي الوظيفة؟ ما هو الدور؟ ثم يحصل تطور ما فإذا به ينكفئ تماما ويبدأ في خط معاكس تماما، تخريب وتحطيم هذه المجموعة الذي كان ينتمي إليها يوم من الأيام. جماعة تختلف فكريا مع جماعة أخرى، وهذا حق طبيعي كاختلافنا في الواقع السياسي، فواقع موجود يتحول اختلاف الرأي هذا إلى صراع عنيف
إذا تحول إلى صراع بين المؤمنين. بعد نحن ننزع لباس المنى من مرتادي مدرسة الحسين عليه السلام في المآتم والمواطن، وإلى تناقض في الوجود، ويتلاشى صوت الضمير الهادئ أمام زفير التطرف، فإذا بالساحة ليس فيها معركة سوى معركة العاملين، سوى معركة العاملين، والطواغيت يصفقون ويشجعون. فلماذا كان العمل على إسقاط أستاذ عبد الوهاب أستاذ حسن مشيد؟ الدور الذي تلعبه مجالس الحسين عليه السلام ومواكب العزاء هي تدعيم النظم الأخلاقية، أن أكون بمستوى وعي وخلق رفيع، حتى إذا اختلفت مع الآخر في مسألة اجتماعية أو سياسية أو فكرية أو تربوية، أن ألتزم بتلك القواعد والنظم الأخلاقية. بين قوسين يقول لا أرحمك ولا أخلي رحمة الله تنزل. حالة خاطئة، ولكنها تتحول إلى قانون مقدس في عرف البعض حين يتعلق الأمر بالطرف الآخر. فالزمن الذي كان يمنع فيه آية الله الشيخ عبد الجليل مقداد ورموز وقيادات خط الممانعة من المساجد والمآتم زمن قد ولى، وينبغي ألا نسمح بتكرار هذه المواقف المخجلة البعيدة عن النظم الأخلاقية، ونحن من مدرسة أبي عبد الله الحسين. قد تتحول إلى قانون مقدس في عرف البعض حين يتحول الأمر بالطرف الآخر. فإذا كان هناك عناصر لا تستطيع الجماعة الأولى استيعابهم، فإنها ليس فقط لا تدعو الجماعة المنافسة لاستيعابهم، الأمر يهون. لو كانت هناك محاولات لاستيعاب الجهات الأخرى الذين يختلفون معهم، الأمر بسيط وسهل. وإنما تسعى لتخريب جهودها. ويحدث أن يظل هؤلاء بعيدين عن الهداية والتحرك لهذا السبب. يحدث كثيرا أن يستخدم البعض جهلا أو تعمدا وسائل في العمل تخرجهم ليس فقط عن الإطار المناقب للعمل أو المطلوب في العمل، بل تخرجهم أحيانا عن روح الإسلام وجوهر العقيدة. هذا حاصل، وذلك عندما تتحول هذه الوسائل إلى عمل مشروع ليحاول أن يسقط فتاوى فقهاء من أجل محاربتك في الساحة. عندما اطلع السيد السيستاني على الله مقامه الشريف للمرجعية العليا للشيعة على رؤية الأستاذ عبد الوهاب في انتخابات 2010، قال لو اطلعت عليها قبل، يعني قبل هذا الوقت، لما نصحت بالمشاركة. مع العلم، يقول السيد،
أن نصيحتي في المشاركة في البرلمان في ذلك الوقت كانت نصيحة عامة مو خاصة بالبحرين، كانت عامة. يعني من حيث المبدأ، من حيث المبدأ، ونحن لا نختلف عن هذا الأمر، من حيث المبدأ نحن نريد أن نشارك، لكن المشاركة الفعلية قادرة على فرض كرامة الأمة وعزة الأمة على تحقيق ما نريده. وذلك عندما تتحول هذه الوسائل إلى عمل مشروع بل واجب وضروري التحرك وتدعم بالأدلة الشرعية. لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يوقف هذا الأمر. فأتت الحجة الدامغة من السيد الوليد الخامنئي في بيان الحجة، واضح هذا كلام السيد الخامنئي الذي يتكلم عن الدماء، الذي يتكلم عن السجن والاعتقال. قال السيد الخامنئي أن الذي يتحمل المسؤولية هو من أوقع الطرف. النظام يتحمل المسؤولية، مو نحن نتحمل مسؤولية، نحن طالب بعزتنا وكرامتنا. الغيبة التي هي إدام أهل النار تصبح وسيلة مقدسة لضرب هذا وتحطيم ذاك، ويستطيع هؤلاء أن يجدوا دواعي شرعية كثيرة لاستخدام هذه الوسيلة. هذه الدعوة، هذا الحديث ليس للفرقة، هذا الحديث للوحدة. نحن نقول إذا اختلفنا ينبغي أن تحاكمنا الضوابط الأخلاقية، قيم عليا، أن نحتكم إلى العقل، أن تقدموا رؤيتكم ونحن نقدم رؤيتنا. ومطلوب للأمة وهي قادرة على أن تختار ما هو أصوب لها، ولا تحتاج أن يمارس عليها إرهاب ديني وفكري. والمؤمن الذي حقه أعظم من حق الكعبة كما يقول الإمام الكاظم عليه السلام، والذي من حاربه فقد أرسل لله بالمحاربة كما في حديث قدسي، هذا المؤمن ببركة هذه الوسائل يباع ويشترى بأقل من ذلك. وغيرها من الأمثلة الكثيرة. إذا كل ذلك ينبئ عن فقدان التربية الأخلاقية أو نقصانها لدى عدد من العاملين الإسلاميين، رغم أنها أحيانا يدركون ضرورتها نظريا، ولكن في موقع التطبيق تغيب هذه الضرورة، وفي تعيين المصداق يحدث الخطأ، وكأن الذي يقدم رؤية مخالفة كأنه هو الذي خارج عن ملة الإسلام، وينبغي محاربته وإسقاطه في الساحة. ينبغي أن تكون لنا رؤية وموقف بوسيلة أخلاقية رفيعة نثبت من خلالها صحة موقفنا. ولعل سبب ذلك يعود إلى عاملين: العامل الأول خطأ البعض في الاستهانة بالحدود الأخلاقية تعويلا على الجهاد والعمل في سبيل الله. أيضا يعني يحصل أحيانا في بعض القرى مثلا من الشباب الثوري العاملين أعزهم الله وحرسهم الله إن شاء الله، هؤلاء واقعا هم الذين حفظوا جذوة الثورة،
هؤلاء هم الذين تقبل أياديهم لأنهم حفظوا جذوة الثورة عزة وكرامة وصمودا. أساسا يعني حتى القوى الأخرى الأوراق التي تلعب بها في الساحة السياسية أوراق صنعها الثوار. الأوراق اللي تقدم في جنيف أوراق شنو هي؟ ما في شيء، هي أوراق عبارة عن أعداد المعتقلين، عبارة عن هتك أعراض اعتقال نساء، عبارة عن ألوان تعذيب التي تمارس في السجون، سقوط الشهداء. أنا أسألكم الآن، كل هذه الأوراق من الذي صنعها؟ المسيرات المرخصة صنعتها؟ هذه الأوراق صنعها أو صنعتها جماهير خط الممانعة، والقوى السياسية الأخرى ساهمت في هذه الثورة من خلال هذه الأوراق. ينبغي أن نحفظ الحق للآخرين، لكن ينبغي أن ننصف الواقع الذي يتحمل الرصاص، والذي يتحمل ضربات الشوزه، والذي يتحمل السجن والتعذيب، رموز وقيادات خط الممانعة. فهو يعتقد أن الأخلاق ليست إلا سلطة الماء، ولا يهم كثيرا إلا فقدت ما دام العمل ذاته موجودا. من النظم الأخلاقية المهمة في ساحة العمل الثوري أننا نحاول بقدر ما أمكن أن لا نعادي أحدا. أحيانا تحصل مثلا في القرى وفي المناطق شباب عاملين، مثلا يجي شخص من الأشخاص عنده رؤية معينة وفكرة معينة، يقول للشباب مثلا أنتوا هذا العمل اللي تسوونه مو صحيح، بأسلوب فض مثلا وبأسلوب غير لائق. ينبغي ونحن من مدرسة أبي عبد الله ومرتادي مدرسة أبي عبد الله الحسين في المجالس والمواكب الحسينية، ينبغي أن يكون أسلوبنا أكثر حكمة حتى في ساحة العمل. ممكن تحصل حالات من الانفعال وكذا، نحاول أن نضبط أنفسنا، نأخذها مثلا على جنب ونحاوره. من النظم الأخلاقية التي تدعمها مجالس أبي عبد الله الحسين مثلا أن البعض يتجاوز بعض الحدود الشرعية، مثل مثلا أنا لاحظت أن في غلق الشوارع أحيانا يعني يأخذ الشباب بعض الأغراض المواد الخاصة، أملاك مال زيد أو عمرو من الناس، وهذا الشرع لا يجوز. يعني ينبغي الالتفات إلى هذه المسائل بالقدر الذي نحن نقدم أنفسنا قربانا وتضحية في سبيل العزة والكرامة، لا بد أن نلتزم بالقواعد والنظم الأخلاقية الرفيعة. هذه مسائل مهمة جدا. قبل كم يوم واحد من الإخوة أرسل في موقع التواصل الاجتماعي واتساب قصة، يقول أنا في سند رأيت بعيني إنجليزي شني أمريكي ما شني جنسيته بس غربي، يعني يقول هو يركب في الشارع وهو حامل كيس يشيل أوساخ في الشارع. يقول هذا المنظر أنا أخجلني كثير، هذا غربي غير مسلم،
ولكنه يحمل قيمة من قيم الإسلام وهي النظافة. احنا في وقت مجالس العزاء في نشاطات المواكب نشوف الشوارع كيف مليانة أوساخ. كل واحد فينا من المفترض أن يكون ثورياً وهو يحمل في بين جنبيه كيس يحافظ على نظافته. من النظم الأخلاقية التي يرى لا يدرك هؤلاء أن الأخلاق والمناقب هي هدف بعثة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، ذلك أن عبادة الله يجب أن تؤدى بشكل طبيعي إلى الأخلاق الحسنة في المجتمع. مهما اختلفنا مع الإخوة، أنا إذا أرى الشيخ علي سلمان أقبل في جبهته، أعزه وأحترمه، أحب حتى أصور وياه، سبيل أنا من وياك. هذه الروح ينبغي أن تكون موجودة بيننا مهما اختلفنا مع بعضنا البعض. قلوا لهم أن خط الممانعة وجماهير خط الممانعة هذه هي أخلاقهم. هذا هم تعلموا من مدرسة أبي عبد الله الحسن. وهناك الكثير من الأحاديث تربط بين الإيمان بالله وبين حسن الأخلاق، وأن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وليحسن علاقته بجيرانه، وأن العبد لا يبلغ بحسن الأخلاق درجة الصائم القائم، وأن حسن الأخلاق من أفضل ما يوضع في الميزان يوم القيامة. بل أن من ساء خلقه ليدخل النار بهذا السبب. فقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن فلانة تصوم النهار ولكنها سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. ولقد علم الأئمة عليهم السلام وجود هذه الحالة لدى بعض أتباعهم، حيث أن هؤلاء يرون أنفسهم متحملين لعمل كبير ومهم في ساحة العمل الإسلامي، وهو باب من أبواب الجنة، ويحسبون أنهم قد حجزوا مقاعدهم هناك، ولكن فينسون أو يتغافلون عن هذه القواعد الأخلاقية. لهذا شدد الأئمة الطاهرين النكير على هؤلاء النفر، وأكدوا في كثير من الروايات على أن هؤلاء ليسوا من أتباعهم ولا من شيعتهم. هناك فرق بين المحبين والموالين وبين الشيعة، فليس كل محب وموال هو شيعة، لأن الشيعة هم نخبة، هم عينة من الأتباع ومن المحبين والموالين. فعن الباقر عليه الصلاة والسلام قال: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله. من الأمور المؤسفة أن في التسعينيات من العقد المنصرم كانت السجون تمتلئ بالمتدينين، وكانت واقعا يعني السجون كانت مدارس وحوزات في فترة التسعينيات. فكان بعض الشباب مثلا اللي يدخل السجون يخرج من السجن إلى بيت متدين ملتزم، تغير سلوكه، تغير نمط تفكيره.
أصبح يتعلم الأحكام الشرعية، أصبح يحافظ على صلاة الليل، أصبح يحافظ على بعض الأمور المهمة. وهذا الفارق بين حركة التسعينيات واليوم في الثورة. ومع الأسف الشديد أن المتدينين هم في الصفوف الخلفية، ويعيب على الشباب هؤلاء. بل وجدت حديثا، أنا لا أعلم مدى صحة هذا الحديث، ولكن يعني قبل سنوات أنا أتذكر هذا الحديث: ازرع في قلب الشجاع الإيمان ولا تزرع في قلب المؤمن الشجاعة. شنو الفرق؟ الفرق أن هذا المقدام الشجاع المضحي قلبه، لأنه صافٍ. وليش كل من شهدائنا كل شباب، ما في كبار من السن، قليل. صحيح مو صحيح؟ ليش؟ لأن الشباب صفحتهم بيضاء، لم تتعلق بعد بهذه الدنيا بزخرفها وزبرجها. أما ذاك الكبير عند زوجه وعند أولاد وعند سكن وعند سيارة وعند وظيفة أحسن منها بعد، فيصعب عليه أن يتخلى عن هذا كله. فالذي يتخلى عن هذا كله وهو صابرا محتسبا ثابتا الجنان على خط العزة والكرامة والصمود، هذا ينبغي أن تقدسه الأمة أمثال قياداتنا ورموزنا في السجن. نحن لا نسير خلف الأستاذ لشخصه، الأستاذ يمثل فكر، يمثل خط، يمثل عقيدة. هذا كله يمثل في قالب آخر، هذا القالب نسميه احنا يعني الإسلام العزيز. من الأدوار التي تلعبها مجالس أبي عبد الله الحسين ومواكب العزاء تثبيت مبادئ المجتمع. المجتمع يعيش مجموعة من المبادئ والقيم. مجالس أبي عبد الله الحسين ووجود هذا الكم من الناس حول منبر الحسين عليه السلام تثبت هذه المبادئ والقيم. فمثل هذه المبادئ والقيم على سبيل المثال، أن هناك مجالس تقليدية مثلا فتثبت مبادئ معينة على مستوى الدمعة، على مستوى بعض النظم الوعظ والإرشاد، نظم أخلاقية معينة. وبعض هذه المجالس ثورية تعزز مبادئ الثورة ومبادئ النهضة والعزة والكرامة وتعبئ المؤمنين. وهذا الأمر يفتح الباب أمام مسار التحولات الاجتماعية في داخل المجتمع. تمثل أو من أدوار مجالس أبي عبد الله الحسين تسكين الآلام الفردية والاجتماعية في الأمة. يعني مثلا حضور مجالس أبي عبد الله الحسين وسماع المؤمنين لمصيبة أبي عبد الله الحسين، ذلك الإنسان أعظم إنسان، أشرف إنسان على وجه الأرض في ذلك الوقت، أبي عبد الله الحسين، مع تلك الكوكبة من بني هاشم، من العلويين، من أبناء فاطمة وعلي والزهراء،
قدموا أنفسهم تضحية في سبيل أعلى كلمة الله. أن يعز الدين وأن يولد الدين ولادة جديدة بعد أن حاول معاوية ويزيد أن يطمسوا هذا الدين الإسلامي الصحيح الحقيقي المحمدي الأصيل. فأن يقتل الحسين وأن يبضع جسده الطاهر، يعني هكذا ينقل في التاريخ في أرباب السير على أن الإمام زين العابدين عندما أتى لدفن ولده لدفن والده الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يحمل الإمام، فأمرهم ببارية ليحمل جسد الحسين مقطع مقطع إربا إربا. فكيف بنا نحن؟ ما قيمة أجسادنا أمام جسد الحسين؟ ما قيمة حياتنا أمام حياة الحسين؟ فلتذهب الأمة، كل الأمة، فليذهب الشيعة كل شيء ويبقى الحسين. لذلك لا قيمة لدمائنا أمام قيمة دماء الحسين عليه الصلاة والسلام. هذا باعث على أننا عندما ننظر إلى تضحيات هذه الكوكبة وتضحيات الإمام الحسين خصوصا نقول كل تضحياتنا بعد هذا البيت من الشعر: أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتي. كل المصائب هونتها صيبة حسين. فإذا قتلوا شبابنا، هجموا على شبابنا، فإنهم هجموا على الحسين. إذا كان عندنا شباب مطارد حرسهم الله تبارك وتعالى بعينه التي لا تنام، فإن الحسين مشرد، حسين مطارد. ريحانة رسول الله سيد شباب أهل الجنة، إمام مفترض الطاعة، وملاحق ومشرد ومطارد، لم يأمن حتى في بيت رسول في بيت الله، في بيت الله الحرام. كان في عصر الجاهلية، مو في الإسلام، في عصر الجاهلية كانوا يحرمون الظلم والقتال، وفي الإسلام تنتهك ذرية الرسول صلى الله عليه وآله، يقتل وينتهك ثقله. فإذا كان هناك من معتقلات نساء حرائر الثورة تعتقل وتهتك حرماتا، فهذه صينة عقيدة الطالبيين. زينب بنت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سبيت، وكلما صاحت يا حسين ضربت بالسياط. تعلمون هذه الأوضاع كلها، هذا المكتوب، هذا الذي ينقل على المنابر من مصائب أبي عبد الله الحسين، يقول الإمام الصادق عليه السلام، أو هذا كلام الإمام الصادق إجابة على تساؤل الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول: في اليوم العاشر من المحرم شاب شعر عمتي زينب واحدودب ظهرها. لماذا سيدتي وهي بطلة كربلاء وهي عنوان الصمود والصبر؟ الجواب عند الإمام الصادق وهو يتحدث مع أحد مواليه وشيعته، يقول عن مصائب كربلاء:
يقول شيعتي ما أخفيناه عنكم من كربلاء ومصائبها أكثر بكثير مما أظهرناه لكم. تتصور البعض مو مصدق أن الإمام الحسين هكذا يقتال، أو النساء الإمام الحسين تهتك أعراضهم. يوم حصلت الثورة وشاف بعينه الأوضاع صدق على أن هؤلاء سلالة يزيد وآل يزيد الأمويين والعباسيين. فإذا المصائب على الحسين عليه السلام تهول مصائبنا وآلامنا وتبعث فينا روح جديدة من أجل مواصلة والتعبئة، روح النظام والكفاح السياسي. ولذلك ورد عن الإمام الحسين عليه السلام قال: أنا قتيل العبر. ينظر الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى أمير المؤمنين إلى ولده الحسين، قال له: السلام عليك يا عبرة كل مؤمن. لكل هذه المصائب، حتى يقول أحد أبناء العامة أن وش اللي يخلي الشيعة يعني يصبروا مع كل هذه المحن على امتداد التاريخ، فقر وحرمان ومطاردات وملاحقات وسجن وتعذيب واعتقالات وإلى آخر السلسلة الطويلة. كل هذا الصبر والتحمل بفضل أبي عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبناء.